هل انت تعرف ان ساعه ابل نزل لها تحديث ازاي بالظبط كده التليفون لما نزل له تحديث؟ تعال اقول لك تنزل التحديث ده ازاي وايه هي اهم المميزات بتاع تحديثات اللي هي الساعه بتاعت ابل. يلا بينا. تدخل على الاعدادات بتاعت الساعه وتنزل تحت كده عن جنرال او عام وتنزل عن سوفت وير ابديت وتلاقي هنا الابديت اللي هو بتاع الساعه الجديد. طبعا انا هنا ما عنديش لان انا محدثه خلاص. وبتنزل سوفت وير جديد يعني في شويه مميزات كده. تعال اقول لك ايه هي. اول حاجه طبعا الواجهات اللي هي الجديده اللي نزلت مع الاي او اس الجديد. تعال اقول لكم كام واجهه كده نزلت جديده. لو دوسنا هنا كده طوالي وهنمشي عند اخر واحده علشان نجيب الواتش فيس جديده هتلاقي ان هنا بيقول لك ان في هنا اللي هي بتاعه القمر دي. تختار بقى ما بين الارض والقمر يعني تبقى شكلها جامده قوي. تعمل كده حاجات حلوه قوي مجسمه جدا وجايب لك شكل الارض ومكانك وبتفضل جايه تمشي كده تبقى شكلها حلو قوي وكول قوي. طبعا الواجهات بتاعه اللي هي الاديشن بتاع نايكي فهتلاقي برده كل الواجهات بتاعه نايكي هنا. ما كانتش محطوطه في الاي او اس القديم ولكن دلوقتي بقت محطوطه في كل الاي او اس. طبعا الواجهه برضو الجامده جدا جدا وشكلها كول قوي لما تيجي تلف كده البكره بتخلي الساعه تمتد وترجع تاني. حدثوا برضو الواجهه بتاعه البورتريه المجسمه لما تيجي تعمل كده بتلاقي الصوره اتقدمت ورجعت زي الاي او اس او شاشه اللوك سكرين بتاعه الايفون اللي هو الاي او اس 16 الجديد. ممكن بقى انت تشوف بقى كمان شويه واجهات كده برضو جديده هتبقى يعني لطيفه لو انت جد دخلت شفتها. تاني ميزه وهي مهمه جدا جدا للناس اللي بتاخد ادويه ربنا طبعا يشفينا ويشفيهم يا رب. الابلكيشن ده بيفكرهم بالادويه اللي المفروض ياخدوها. طبعا لازم طبعا توصله ببرنامج هيلث بتاع التليفون يعني بيجيب لك ميعاد الدواء ويديك كده فايبريشن كده او نوتيفيكيشن انت في دواء دلوقتي المفروض تاخده بالاسم الدواء ده. طبعا طبعا الناس طبعا اللي بتنسى او اللي عندها ادويه كتير بتاخدهم طبعا ربنا طبعا يشفيهم تبقى مهم جدا جدا ليهم. تطبيق الرياضه برده حصل برده عليه برده تحديث جامد جدا المفروض بعد هنا ما بتعدي 3 2 1 بيجيب لك تفاصيل اكتر اكبر معدل ضربات قلب وصلت لها واقل معدل جايب لك هنا برده التفاصيل اكتر بكتير. طبعا هو هنا طبعا وقف عشان انا ما بتحركش يعني فيعني برضو عملوها برضو تحديث برضو كده بقى شكلها جامد جدا وبيديك تفاصيل اكتر. في اشكال اتغيرت زي البوصله شكل البوصله بقى شكلها مش معتاد يعني مش زي اللي احنا متعودين عليها. في برضو مزايا برضو طلعت او ظهرت في برنامج برضو البوصله يعني شويه برضو كده حاجات كده برضو كانت جامده جدا جدا وهم عملوها. بس كده ودي كانت اهم المميزات اللي ظهرت في الاي او اس الجديد بتاع الساعه. لو في عندك مميزات ثانيه انا ما قلتهاش او لو اكتشفت مميزات ثانيه اكتب لكم تحت في الكومنت او اعمل لكم فيديو تاني عن مميزات الساعه بقى بجد فعلا كلها اللي هي مش التحديث بس لا مميزاتها كلها مثلا لو انت حابب تشتري الساعه دي والكلام ده. وهنحاول برده نعمل برده كده فيديو برده مطول وطويل كده برده عن اهميه الساعه والمميزات بتاعه الساعه كلها. شير في كل مكان لايك في كل مكان عايزين نوصل لل1000 في اقرب وقت في الصفحه الجديده بتاعتنا. وكالعاده دوسا كوتش سلام عليكم.